بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب الصف التاسع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم. إن شاء الله يعني أسأل الله عز وجل أنه يرفع البلاء عن هذه الأمة، ويعني أسأل الله عز وجل لكم الدوام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله عندنا الدرس 24 اللي هو درس الوديعة. في البداية راح نعرف اليوم إن شاء الله الوديعة، ما هي الوديعة، حكمها، الحكمة من تشريعها، لماذا الله عز وجل شرع لنا هذه وهذا الأمر، بعض الأحكام المتعلقة بما يسمى بالوديعة. طيب، ابتداء يحكي لي: كانت قريش تطلق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صفة الصادق الأمين، لذا كانت تحفظ ودائعها عنده. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة المنورة، كلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه برد الودائع إلى أهلها، فما الوديعة وما أحكامها؟ إذن شوفوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى أو يطلق عليه في قريش الصادق الأمين، وبالرغم من معاداتهم للنبي وبالرغم من أذيتهم للنبي، إلا أنهم كانوا لا يجدون أأمن وأصدق من محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ليستأمنوا أو ليضعوا أماناتهم عنده. طيب، بالرغم أيضا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبوة، بالرغم من أنهم آذوه وسبوه وشتموه واتهموه بكل أمر سيء، إلا أنه لما جاء أمر الهجرة وهاجر من مكة إلى المدينة، أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه بأن يبات في فراشه، وإيش؟ وأن يرد الأمانات إلى أهلها. شوف، يعني ما انتقم منهم النبي صلى الله عليه وسلم والله في أماناتهم، ما أخذها، ما أهلكها أو ما أتلفها، لا، إنما أمر سيدنا علي بأن إيش؟ بأن يرجع هذه الأمانات لأصحابها. يحكي لي: عندي هون فكر، حفظت قريش أموالها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من عداواتها له، زي ما حكيت لكم، لأن الناس لما بدها تضع أماناتها بدها تضعها عند إنسان أمين، إنسان يكون حمل لهذه الأمانة، وما كان في قريش رجل فيه هذه الصفات كمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان يطلق عليه الصادق الأمين، فعلى الرغم من عداوتها له كانت إيش؟ تضع أماناتها عنده. طبعا هذا دلالة على صدق النبي، ودلالة على أمانة النبي، دلالة على أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن راح نعرف الأمانة والوديعة والفرق بيناتهم. خلينا نشوف أول شيء شو يعني الوديعة. لو حكينا عرف الوديعة، الوديعة ما يضعه شخص عند غيره أمانة ليحفظه له دون مقابل، ثم يرده إليه عند طلبه. إذن ما يضعه شخص عند غيره أمانة ليحفظه دون مقابل، ثم يرد إيش؟ إليه عند طلبه. طبعا قالوا الفرق، هو مش موجود عندكم في الكتاب، ولكن قال البعض أن الفرق بين الوديعة والأمانة أن الوديعة تختص في المال، بمعنى أن الوديعة تكون فقط في أني أنا أودعت مال عند فلان، أودعت مال عند فلان. أما الأمانة فهي تشمل المال وغير المال، فمثلا أنا ممكن أضب عند إنسان مثلا مش مال، أعطيه شغلة تكون مش مال ولكن أمانة هي، ولكن إذا أطلقنا وديعة هي فقط على المال. أنت وضعت مال وديعة عند شخص، أي أمانة عند شخص، فالأمانة لفظ أشمل من الوديعة. طيب، إذا لو حكينا عرف الوديعة، زي ما حكينا، ما يضعه شخص عند غيره أمانة ليحفظه له دون مقابل ثم يرده إليه عند طلبه. طيب، وقد شرع الإسلام قبول الوديعة وحفظها لقضاء حوائج الناس وتقديم العون لهم. إذا الحكمة من تشريع الوديعة، إيش الحكمة منها؟ لو حكينا ما هي الحكمة من تشريع الودائع، هي قضاء حوائج الناس، أيضا تقديم العون لهم. وتقديم العون لهم ليش؟ السبب علل: لأنه يتعذر على بعضهم حفظ أموالهم بأنفسهم، فيحتاجون إلى من يحفظها لهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى. طيب، يحكي لي: وحفظ الوديعة وردها إلى أهلها يؤدي إلى انتشار الثقة والمحبة بين الناس. إذن أيضا من، شوف سبحان الله، يعني آثار أو حكم تشريع هذا الوديعة انتشار الثقة والمحبة بين الناس. وقد حذر الإسلام الخيانة، خيانة الأمانة،
قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طيب، الآن بدنا نشوف بعض الأحكام المتعلقة في الودائع، بعض الأحكام المتعلقة في الودائع. خلينا قبل ما نشوف أحكام الوديعة يحكي لي هون فكر، لماذا يطلق الناس على الوديعة اسم الأمانة؟ زي ما حكينا لكم، لأنه الوديعة هي جزء من الأمانة. الأمانة لفظ أشمل وأعم من كلمة الوديعة. الأمانة تشمل أي إشي أنت تضعه عند إنسان كأمانة، أنه والله مثلا ممكن تضع مثلا سيارتك أمانة، ممكن تضع مثلا أمر معين أمانة، كتاب إلى آخره. ولكن الوديعة تطلق على المال، أنه إذا أنت أودعت مال عند إنسان كأمانة فهذه إيش؟ هذه تسمى وديعة. فالأمانة، الوديعة تعتبر جزء من إيش؟ من الأمانة. طيب، يحكي لي أحكام الوديعة. أحكام الوديعة كثيرة. يحكي لي أولا: للوديعة أحكام عديدة. لو حكينا أذكر أحكام الوديعة، واحد، نحكي: الوديعة أمانة في يد من قبلها، ويجب عليه أن يؤديها متى طلبها صاحبها، ويحرم عليه إنكارها. إذن هي أمانة عنده، يجب عليه أن يؤديها لصاحبها متى ما طلبها منه، ويحرم عليه إنكارها. ثانيا: يجب على المودع عنده حفظ الوديعة، ولا يجوز له استخدامها إلا بإذن صاحبها. إذن لابد أنه يحفظها ويعمل على حفظها، ولا يجوز أن يستخدمها إلا بإذن صاحبها. فإذا هلكت أي تلفت عنده دون تعد أو تقصير منه فلا شيء عليه. يعني إذا مثلا واحد وضع عندي كتاب وبدون تقصير مني صار لا سمح الله، لا قدر الله، انحرق مثلا، انحرقت الغرفة أو انحرق البيت، فانحرق الكتاب مع هذا البيت، أنا الآن ما تلفت هذه الأمانة عندي بسبب تقصيري أو بسبب تعدي مني، لا، وإنما إيش؟ وإنما بسبب أمر خارج عن إرادتي، فهذا لا إيش؟ لا شيء عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال، ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، وإذا قصر في حفظها فعليه ضمانها. بمعنى أنه والله إذا ترك الوديعة مثلا الكتاب، خلينا نحكي، تركه بين إيدين أطفاله، هو قصر في حفظه صح؟ حتى أطفاله أتلفوا هذا الكتاب، فبالتالي يجب عليه حفظ إيش؟ أي عفوا، يجب عليه إيش؟ ضمان هذه الوديعة. طب شو يعني ضمانها أو ضمان هذه الأمانة؟ شو يعني ضمانها؟ ضمانها يعني إذا تلفت بده إما يرد لصاحبها العين، بمعنى أنه يرد له نفس الأمانة اللي كانت عنده، أو قيمتها، أو إيش؟